إجراءات الجلسة. شكرا، أهلا بكم جميعا، شكرا على الانضمام إلى هذه الجلسة. صباح الخير أو مساء الخير لمن له مساء. أنا من منظمي هذه الجلسة، ولائي جون هاريس واتمار لوك ودان سيباي وغيرهم الكثيرون الذين مهتمون بالبيئة في منتدى حوكمة الإنترنت. هذا أرحب بالسادة والسيدات في هذه الجلسة الأولى المخصصة للقضايا البيئية. لدينا قائمة طويلة من المتحدثين ومنسقي النقاش، سوف نعطي المجال لجميعهم. أشجعكم جميعا من المستمعين والمشاركين على استخدام الشات والتشارك والتخاصم معنا بآرائكم وملاحظاتكم، ولديكم أيضا زر الـ Q&A الأسئلة والأجوبة، طرح الأسئلة على المشاركين. وكذلك وأنا أخاطب المشاركين نرجو منهم الانضباط الزمني ورجاء عدم تخطي الوقت، وسوف نستخدم الجرس للإشارة إلى أن وقتكم انتهي. هناك تأخر 10 دقائق بسبب التأخير الناتج عن الجلسة السابقة، فربما نستطيع تمديد فترة هذه الجلسة. في البداية أود أن أقدم لكم الطرف المستضيف لهذه الجلسة، السيد روبرت من دولة من NCBR Investment Fund. له 25 سنة من التجربة في مجال ICT، وهو مدير تنفيذي مطرم، وكان موظفا وكان وزير الدولة في وزارة الرقمنة البولندية، وكان يتخصص في حلول المعلوماتية في أوروبا الشرقية الوسطى، وكان يتعاون مع بزنس سنتر كلاب نادي رجال الأعمال. في نوفمبر 2017 تم تعيينه لأحد نجوم 100 في مجال ICT في أوروبا الشرقية الوسطى. والآن فليتفضل السيد كشيشتوف ويتولى مهمة الضيافة. شكرا السيدات والسادة المحترمين. في البداية أشكر زملائي على دعوتي للإشراف والتنسيق هذه الجلسة المخصصة للقضايا البيئية. في الجلسة السابقة سمعنا النقاش المحموم عن المليونيرات والشركات الغنية، وأنا وأقول أنني سعيد أن أكون معكم. موضوع البيئة لم يكن في الماضي محوريا وجوهريا بمثل هذه الدرجة، مثل في هذا المنتدى. التحولات الرقمية لديها هي في صدارة عصرنا المشمول بالجائعة. فأنا سعيد بأننا سوف نتحدث عن التحول الرقمي والقضايا البيئية. كان من المقرر أن يقام هذا المنتدى في مدينة كاتوفيتس جنوب بولندا، وهذه القمة لكوب 24 في كاتوفيتس التي تقع، وهذه المدينة تقع جنوب بولندا في منطقة سيليزيا وسط المناجم البولندية. والآن هذه المدينة تتطور بشكل سريع، والكثير من الشركات من كاتوفيتسا تركز وتستند إلى التكنولوجيات الحديثة. والربط ما بين توفير الطاقة واستهلاك الطاقة في أغراض التحول الرقمي
هي من القضايا التي سوف نعود إليها أثناء هذه الجلسة. والآن ننتقل إلى النقاش، وقسمنا هذه الجلسة إلى 3 أجزاء: التكنولوجيات الرقمية، و كذلك التحكم بالبيانات والبيانات من أجل البيئة، وهي كلها المواضيع في غاية الاهتمام. وهذه البلوكات الثلاثة للنقاش سوف نتحدث فيها، وهي مترابطة مع بعضها البعض. كثير من المتحاورين والمشاركين معنا سوف يتحدثون عنها، وسوف نركز على المبادرات والحلول التي سوف تساعدنا في بناء الجسور ما بين قطاعات مختلفة من الاقتصاد، وذلك شيء عام. لا يوجد هناك أجوبة سهلة وبسيطة، ولذلك أعطي الصوت الآن للسيد لويس لويس، هو CEO في Global Enabling Society. وسيدنا أعطيك الصوت وثم سنعود للنقاش. شكرا جزيلا. أنا سعيد أنني أستطيع أن أتحدث عن الاستدامة. اسمي لويس نيفيس، أعمل في هذه الشركة جيس، وهي مبادرة تركز على الاستثمارات التقنية للتطور المستدام. نقوم بذلك منذ عدة سنوات، وهو هدف بقائنا، وأنا سأكون منسقا في الحديث عن هذه المر. لدينا متكلمين مشهورين في هذا المجال، من أمازون كارا هيرست، نشكرك على الاتصال معنا في هذه الجلسة، وبعض كلمات عامة نفعله. ما الذي نفعل به بالنسبة للتطور المستدام؟ في العام الماضي أصدرنا تقريرين، أحدهما يتعلق بالحلول المناخية التي تتعلق بالمناخ، والتقريران يحتويان على ماذا تستطيع التكنولوجيا أن تفعل لتخفيف الأثر على المناخ. الأول، كيف هي أن الإنترنت السريع ذو النطاق الواسع كيف يستطيع أن يساعد ويدعم التطور المستدام، أو كيف يستطيع أن يتم توقيف الغاز الكربون وانبعاثه في الطقس. كل ذلك يتعلق بتحسين مصادر الطاقة مع تقليل استخدام الأسمدة، النقل. أما التقرير الثاني فكان ماذا يمكن للتقنية الرقمية أن تفعل، أي تحسن المحافظة على القوانين في الدول غير المتطورة أو ضعيف التطور، مثل الطاقة، البناء، الزراعة. وإذا قمنا باستخدام تقنيات رقمية فيمكن تخفيف انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة كبيرة، وأن مثل هذه المنصات الرقمية تستطيع أيضا أن بمشاركة الشركات العالمية والشركات المحلية يمكن الوصول إلى حلول منيحة. لا نقول أن ذلك سهل، نحن في منظمتنا نحاول منذ عام 2007
نقوم بنشر وإصدار العديد من التقارير التي نرى فيها هذه المشكلة وهذه تقنيات تعتبر أساسية بالنسبة لاستخدامها. وسنستمع الآن إلى المتحدثين. أول من سيتحدث هو وستتحدثان عن كيفية تأثير هذه التكنولوجيات الحديثة على تغيير الوضع، وما هي المبادرات المتاحة على الطاولة. السيد ماركوس أوست أولا، شكرا. أرحب بالجميع، أشكر على هذه الدعوة، ونيابة عن كارين سيكفات سوف أخذ 5 دقائق من وقتكم، وسوف أقوم بعرض بعض الشرائح والصور عليكم. هل هذه الشرائح واضحة؟ هناك بعض الروابط المشمولة في هذا التقديم، فبإمكانكم العثور عليها في هذا العرض التقديمي بعد إرسالها إليكم فيما بعد. كما فهمت، هذه صورتنا المرجوة المستهدفة، ونحن في وزارتنا. ماركوس، أرجو منك تشغيل عرض الشاشة الكاملة، هذا أفضل. نعم، شكرا. فنحن قبل 4 سنوات تقريبا بدأنا في معالجة هذا المشروع في جامعة زوريخ السويسرية. هناك فريق عمل يعمل على تطوير المعلومات، ومنذ عام 2016 هذا الفريق أنشئ، ومجال الاي سي تي يقوم بالانبعاثات الأكثر، وعلينا انعكاس هذه التوجهات لكي تقل هذه الانبعاثات لثاني أكسيد الكربون. منذ ذلك الوقت ظهرت هناك أفكار كثيرة تمكننا من طرح بعض الحلول، حزمة من الحلول، ونحن عرضناها على موقع جامعة زوريخ. و عندما ندخل بشكل معمق إلى هذه الفكرة، الكثير من الشركات التي التزمت بالحد من أثرها الكربوني، وهذه الشركات تركز في المقام الأول على حد الانبعاثات، ولكن هناك أيضا من الشركات التي تنظر أيضا إلى طرف المستهلك. هناك بعض المقاربات والمواقف قد ظهرت، بعض النماذج المبسطة للدائرة الاستهلاكية، وهي تشير إلى أنه لا يمكن ببساطة أتمتة الاستهلاك، لكن القرار بالشراء هو الذي يحل وسط هذه الشريحة، ويمكننا من المرور إلى البيئة وليس فقط إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. سوف أريكم بعض من سويسرا، هناك بعض الإمكانات التي يمكن استخدامها، مثلا محلات الشراء عبر الإنترنت. هذه هي تحاول إدراج بعض الحلول المرتبطة بالبيئة، شركات بيع الطاقة وغيرها في سويسرا تحاول التأثير على سلسلة المواردين الخاصة بهم، وأيضا كمؤسسات عامة أمامنا قرارات يجب اتخاذها دفع
عجلة ذلك للأمام. هي المبادرة الرئيسية التي أود التقاسم بها معكم. نحن في سويسرا قانون المشتريات ينص على الكثير من الأمور، منها الشفافية والتساوي في المعاملات، ومنذ عام 2020 تم تعديل هذا القانون بحيث يتم الإدراج فيه معيارا جديدا، ومعيار الاستدامة سوف يؤثر على فرص العمل، البيانات الخاصة بالمنتجات سوف يتم تركيبها في منتجات في السوق، وهي ستتعلق بمدى أثر مثل هذه المنتجات على البيئة. فنحن نتحدث عن وضع بعض القواعد الأساسية لهذه المنتجات. هذا الأثر المباشر في نقل بعض المعلومات البيئية إلى المستهلكين والزبائن قد يساعدنا في تحويل اقتصادنا إلى كونها أخضر أكثر، وهذا هي الفكرة الرئيسية التي أود التشارك بها معكم، وأتمنى أنني انضبطت بالوقت. ولمعرفة المزيد يمكنكم شراء مثل هذا الكتيب أو زيارة الروابط التي عرضتها لكم على الشاشة. شكرا، كان هذا مفيدا. أظن أنكم تسمعوني، هذه كارا خوست من أمازون. أنا سعيدة أنني معكم وأنني أستطيع الحديث معكم. شكرا على الدعوة من حوكمة الإنترنت. أنا مديرة التطور من وجهة نظر الاستدامة. كل ما نقوم به من أجل المنتجات والتواجد في عدة أماكن في العالم في مجال الحداثة والحصول على الاستدامة، سأشاطركم الرأي في بعض الأمور. أول شيء بسرعة فيما يتعلق بهذا الحديث، المشروع الأكبر هو أسميناه مبادرة أمازون للحداثة المستدامة، من أجل أيضا توسيع البيانات العالمية. كيف يمكن أن يقوم ذلك بمساعدتنا على التأثير على البيئة وتغيرات المناخ بشكل؟ فمثلا ناسا أو حكومات عديدة، لدينا مجموعات عديدة في الساحة أو الإلكترونية أو في ما تقدمه لنا الأقمار الصناعية أو التوقعات التي نستخدمها. كل هذه المعلومات التي نجمعها والتي لم تكن في السابق ممكنة للحصول وكانت موزعة في عدة أماكن، نحن نقوم في ضمن مجموعة مراقبي الأرض وباحثين لديهم إمكانية الوصول إلى السحابة الإلكترونية التي تحتوي على هذه المعلومات. بالنسبة للدول الأفريقية هي أمور سريعة الوصول إليها عن طريق ذلك، وأن جمع هذه المعلومات يؤدي إلى تخطيط وأمور مثل كيف متى ممكن أن تحدث الفيضانات أو إمكانية العثور على مياه الشرب أو غيرها.
مما يتعلق بالطاقة مثلا، ونشاطنا متعلق. هذا أحد أمثلة ما نقوم به، وكيف نمكن أن نربط بين جمع المعلومات والتقنيات الرقمية الجديدة من أجل ترويج ما أريد أن نفعله في مجال البيئة. أما في الأمور الأكبر، فإن أمازون مثلا منذ عام 1900 من ألف من سنة مضت قمنا مثل كريستينا جيرس التي تعرفونها، هي مديرة هذه المبادرة، فنفعل الكثير من أجل وصول إلى مستوى صفر في انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وتأمين طاقة بديلة متجددة. فمثلا المركبات التي تعمل على الكهرباء، وعملية تشجير المناطق الصحراوية. فإذا هذه الاستثمارات تؤثر بشكل مباشر على نوعية المناخ الذي نعيش فيه. يعني إنما استخدام الإنترنت هو بالتأكيد صديق للبيئة أكثر من الذهاب شخصياً إلى الدكان، والنقل وغيرها من الأمور التي تتم عن طريق السيارات الكهربائية أيضاً تؤثر في مستوى انبعاث ثاني أكسيد الكربون. نستطيع أن نضاعف عدد هذه السيارات المتواجدة. نحن نعطي معلومات عن تغير المناخ ونتشاطر هذه المعلومات مع كل من يرغب. شكرا على إصغائكم، شكرا لك كان على ما قلته، شكرا أيضا على فعل أمازون في هذا المجال. عندما ستتم أسئلة وأجوبة سوف نعود إلى هذا المجال. هناك العديد من المشاركين، وبالتأكيد ستكون هناك أسئلة أكثر. شكرا يا لويس، هناك بالفعل عدد المشاركين يزداد، ولكن حتى الآن لا توجد أسئلة أو استفسارات محددة، وإن كانت هي موجودة فأرجو طرحها. إن كامن مؤسسي منصة من شأنها المساعدة في الشركات على تحقيق مثل هذه المشاريع التي ذكرتها كارا من أمازون، هل يمكننا معرفة المزيد؟ نعم بالطبع، شكرا على دعوتي إلى هذا اللقاء. هذه مبادرات رائعة، والكثير من الشركات تشترك فيها وتقدم تعهدات طموحة. الشركات مثل أمازون كي تكون قادرة على الإجابة لهذه التحديات ضمن هذه السلسلة من الخدمات، فمن أجل تمكينها من ذلك يجب إشراك بذلك الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم في سلسلة هذه القيم، وذلك نظرا إلى أنها تلتزم بالتعهدات المناخية والبيئية، وتساعد لزعماء ورؤساء هذه السلاسل في تحقيق هذه الأهداف، ومثلا تخصيص بعض القدرات على الطاقات المتجددة، واتخاذ بعض الالتزامات المعترف بها دوليا من قبل الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأهداف الحيادية. وحاليا يدور النقاش حولها الإطار أو المعاهدة الإطارية في هذا الصدد، والمقصود أن
تجمع هذه المبادرة لجميع مصلحة أصحاب المصلحة من الشركات والجامعات والمؤسسات لتحقيق الهدف الواحد، وهو قرارات مؤتمر باريس لنقوم بعملها وتحويلها إلى الواقع. الشركات التي يقل عدد الموظفين فيها عن 500 موظف أو عامل يمكنها الانضمام إلى هذه المنصة والاستفادة من الأدوات والتدابير التي تحد بشكل فعال لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتمكن من متابعة النتائج الإيجابية، وكذلك لديها الإمكانية للاستفادة من الأدوات المتاحة، منها الحلول التمويلية. لنتعرف على كيفية عمل ذلك في الشركات الصغيرة الحجم ضمن هذه السلسلة من الخدمات. جزيلا. الآن ديفيد ينسن، هل لك أن تساهم بصوتك؟ كيف تعلق على ذلك؟ شكرا على هذا السؤال الذي طرح. ولدينا شغف في هذا المجال من أجل إظهار هذه الاستدامة للعملاء النهائيين. نحن قمنا بتحقيق البرنامج في أمريكا وأوروبا، برنامج بي إي، لأن العملاء والزبائن يشترون المنتجات التي تكون صديقة بالبيئة. هناك 18 شهادة بيئية مختلفة في مختلف مناطق المنطقة الجغرافية في العالم، وعندما نتحدث إلى جهات أخرى وكيفية إنتاجها، فمن المهم أن تكون هذه الحلول مرئية للعملاء والزبائن. العملاء الذين يشترون هذه المنتجات والخدمات أونلاين عبر الإنترنت، فهم يرون هذه الشهادات ليس فقط لأمازون ولكن أيضا لغيرها من الشركات. وهذا إنها بداية مثيرة للاهتمام للحديث عن مبادئ الاستدامة لفئات واسعة من العملاء، أشكال العبوات والتغليف وما عليها، فهذا يساعد للتحقق والتأكد من صحة هذه المعلومات. ونحن متحمسون لهذا المشروع تسهيلا للزملاء والعملاء للبحث عن منتجات مفضلة لديهم تساعد في حماية البيئة. في البداية كان عدد هذه المنتجات 35,000 منتج، ونحن فخورون بهذا المشروع الذي أطلقناه. صوت من أجلك، لأنه هل هناك أسئلة أيضا؟ نعم، هناك سؤال، وأعتقد أن عندما سنتكلم عن التقنيات الرقمية وتأثيرها على صحتنا النفسية، الآن أريد أن هل الدول النامية هل هناك إمكانية لإدخال حلول عند الشركات تساعد المناخ وتكون صديقة للبيئة؟ هذا سؤال، نحن في بداية هذه الطريق، ويمكن أن نتوقع المساعدة في مجال قرار الشراء التي تقوم بموائمة كل هذه
الأمور وعلاقتها بالسعر. نحن نحتاج إلى عناصر تعريفية تعرفنا أن مثل هذا المشروع يمكن أن يكون معقد، ونحتاج إلى مساعدة أكبر لأتمتة مثل هذه العملية، وأيضا يساعدنا على إيجاد اللحمة بين أعضاء المجتمع واحتياجاتهم. لويس، هل لدينا سؤال أيضا لسؤال واحد أم نستمر؟ سنستمر إذن. شكرا للسيد نابس على استخدام التقنية الرقمية، وممكن ربط عدة قطاعات في الاقتصاد مما يعتبر شيئا رائعا. أما الأهم من ذلك أن لها تأثير على قطاع الحلول في مجال الأعمال. فلنأتي إذن على ما الذي له تأثير سلبي، على كيف يمكن تخفيف مثل هذه التأثيرات، كيف هو عملية رقمنة هذا المجال. ثلاثة مجالات ممكن فصلها عن ذلك: الأول انبعاث ثاني أكسيد الكربون الذي يتعلق بعملية الإنتاج والاستخدام أو التخلص من ما يتعلق بالروتير والمواد الأخرى. الثاني هو غير مباشر، هو استخدام مثل هذه الأجهزة في مجالات أخرى مثل النقل واللوجستية. أما القضية الثالثة فهي التأثير النفسي على أعمالنا ومتطلباتنا ورغباتنا في استخدام هذه الأمور. هذه قضايا ثلاثة نستطيع النظر فيها. إذن فلنبدأ النقاش والحوار حول الموضوع، ويمكن أن نقدم المتحدثين في هذا المجال. نبدأ من السيدة ماري التي هي مسؤولة عن رئيسة البيئة والتغير المناخي في تلفونيكا، والسيدة سونيا في عضوة مؤسسة أكليك فونديشن التي تناسب نقاشنا تماما. فلنبدأ من السيدة مايا أورمانا زابال التي ستشاطرنا تجاربها من مجال عملها من أجل استخدام على تقديمي وعلى دعوة تلفونيكا إلى التشارك معكم بهذه الظاهرة وكيفية الحد من تأثير الرقمنة على هذا المجال. ما هي تلفونيكا؟ قد لا يعرف كلكم أنها شركة اتصالات أصلها في أوروبا ولديها أيضا نشاط اقتصادي في أمريكا اللاتينية وقبل كل شيء في إسبانيا وبريطانيا وألمانيا. وإلى الاستراتيجيات المستدامة، ونحن مقتنعون أن التحول الرقمي سوف يؤدي إلى عالم أفضل أو أكثر استدامة كما سبق الحديث عنه. لذلك نحاول الحد من
تأثير عملياتنا ومساعدة المجالات الأخرى نحو التحول إلى الاقتصاد المنخفض الانبعاثات. أهدافنا المناخية هي كالآتي، وهي متماشية مع السيناريو المناخي. تحدثنا عن عام 2020، ونحن في سوقنا أصبحنا نستخدم كمية أقل من الطاقة، ونحن نحاول أن نقلل مدى استخدام الطاقة بالنسبة 90%، وهذا ما يؤدينا إلى تقليل من الانبعاثات. نحاول قبل عامين وقبل عام 2025 أن نصبح شركة صديقة للبيئة، وذلك أيضا قبل ذلك العام نحاول أن نقوم بالحد من الانبعاثات بنسبة 40%، وإنشاء الشبكات الخضراء، ونساعد عملائنا على خفض الانبعاثات وتجنب انبعاثات 5 أطنان من ثاني أكسيد الكربون حتى ذلك العام، وذلك استخداما أو بواسطة التكنولوجيات الرقمية والسحابية. كيف نستطيع الحد من هذه الانبعاثات لثاني أكسيد الكربون؟ نستطيع من خلال ذلك أن نزيد فعالية شبكاتنا، ونحن نستخدم التكنولوجيات الحديثة الخضراء، ونتخلص من التكنولوجيات القديمة. وعلاوة على ذلك، لدينا الكثير من المشاريع لها صلة بالفعالية في مجال الطاقة، منها التبريد وغيرها. المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية والتحول نحو الطاقات المتجددة شيء جوهري لنا، فنحن نستعين لمختلف التكنولوجيات حسب الحاجة والضرورة. فلدينا اتفاقات BPA ووقعنا عليها في إسبانيا وبرازيل ومكسيك. زيادة الجيل الخاص بنا في المرافق والمنشآت الخاصة بنا. في سياق المشاريع الخضراء نركز على لا كربونية القطاعات الأخرى، وحتى ذلك الحين صاري سندات مالية سند سندين من بوند، فهناك نتائج إيجابية لعملنا. استطعنا الحد بنسبة 50% من انبعاثاتنا، وأيضا استخدام الطاقة لا يرتفع، ثم زيادة التدفق والحركة من سنة إلى سنة. وشكرا. شكرا. الآن أريد أن أعطي الصوت للسيدة ليلي مامبوسو الخبيرة في شؤون اي تي وممثلة للشبيبة في أفريقيا، الآن تمثل مؤسسة هاد كلاب، وستتكلم عن ما هي الدروس التي نستطيع أن نتعلمها من التعامل مع المجتمع المحلي. أرحب بالجميع، أرحب بكم من أفريقيا. أعتذر على أنني أجلس في الظلام،
ولكن سأحاول أن أشرح بسرعة موضوعي وأبدأ. لماذا اهتممت في هذا الموضوع، موضوع الوسط والإنترنت، البيئة والإنترنت؟ بشكل طبيعي فإن التكنولوجيا هي جزء هام من حياتنا، نعيش الآن تقريبا أونلاين، لا نعمل فقط في بشكل منعزل، إنما ماذا يحدث في منطقتنا؟ وبعد ذلك سأتكلم عن تأثير الإلكترونيات والتقنيات الرقمية على حياتنا، وإذا بقي عندي وقت سأتحدث عن الوضع في غانا وفي أفريقيا الغربية، وسألقي ضوءاً على هذا الموضوع. كيف يمكن بشكل مستدام استخدام التقنيات؟ ربما ستهتمون بأن أقول لكم أن للبعض هذا موضوع تقديس مزيف، أي تأثير الإلكترونيات وتكنولوجيا من جهة يسهل عملية الشراء والبيع، ولكن من ناحية ثانية عليه أن يربط بين المجتمعات. بينما مرار أن نرى أن حوالي 20,000 شخص يسكنون في منطقة يعملون فيها، نفكر ماذا سيحدث بإساءة للوسط والبيئة عند استخدام مثل هذه التقنيات من قبل هذه الكمية من الناس. لدينا حالات نرى فيها أن هناك بعض أشخاص يستطيعون ترك أماكن إقامتهم، ونرى تأثير أعمالهم على ذلك. فهناك حكومات تحاول أن تفعل شيئاً من أجل ذلك، وعلينا أن نفكر ماذا علينا نحن أن نفعل. أقول من وجهة نظري ماذا يمكننا أن نفعل في غانا إذا أردنا معالجة كل أنواع النفايات، وهذا ما يحدث بشكل غير شرعي. نحاول أن نعطي معلومات للناس كيف يفعلوا ذلك، كيف يتم التخلص من النفايات الإلكترونية. الكثير من الناس لا يعرفون كيف يجب عليهم القيام بشكل صحيح. عندما يتم الحديث السياسي عن هذا الموضوع فغالبا ما يكون هذا الموضوع مزاح إلى أماكن بعيدة بالخلف. يجب إذن أن نكون هناك إجابات متكاملة. فنحن كشباب قمنا بإنشاء مشروع شبابي للتطور الرقمي، ربما حصل بعض المشاكل لأننا افتقدنا الاتصال مع المتكلمة. علينا الانتظار قليلا، ربما ننتقل إلى الأسئلة. سمعنا معلومات مشوقة، يمكن أن تستطيع ليلي أن تتابع بعد عدة دقائق. سنجيب على الأسئلة. إذا هناك أسئلة فنستطيع أن نجيب عليها. ربما
المنسق سيساعدني على قراءة أو كتابة هذه الأسئلة على الشات. هل تسمعونني؟ نعم، الآن نسمعك يا ليلى. إذن الآن أقول أن مبادرتنا كشباب لدينا إنترنت أخضر، نطالب الحكومة والكثير ممن طوعيين والمبادرين لمحاولة إرجاع تأثير التكنولوجيا على البيئة. ندعو إلى استهلاك مسؤول وحداثة أيضا تتعلق بذلك. إن الوصول إلى الحلول المعلوماتية يجب أن يتم بشكل صديق للبيئة، ومن بين ذلك أيضا الرقمنة، فعلينا أن نرى أن هذا التأثير كبير، ويجب أن نتعاون بشكل منسق أن توصيتنا التالية هي أن تأثير الإنترنت والتكنولوجيا على البيئة يجب أن يكون واضح ومقونا كي نقوم بحث الناشطين على العمل. إذن هذه التواصل يجب أن يكون من عدة جهات حتى يكون له تأثير ناجح في المستقبل، مما يؤدي إلى تحسين الحالة الراهنة، وحتى أن الجهود الشخصية والفردية وكلامنا وتحدثنا مع الأشخاص المؤثرين أيضا ستعطيهم أداة لحل مثل هذه المشكلات. هذا ما فعلناه حتى الآن، صغنا بعض هذه التوصيات. عندي أمل أننا في المستقبل سنتوصل إلى توصيات أخرى. أما بالنسبة للأسئلة، أود من المنسق أن ينظر إلى هذه الأسئلة وسنحاول الإجابة عليها. هناك من أسئلة؟ سؤال؟ كعدة أسئلة، بعض عرضها على المشاركين. سؤال يخص شبكة الشبكات، ما إذا ستكون لها دور في التقليل من الأثر الكربوني؟ النفايات الإلكترونية، كيف نعالج هذا المشروع؟ كيف نحد من كميات هذه النفايات؟ كيف نتحول إلى الاقتصاد الدائرة المغلق؟ قال الثالث من كريستوس باسيريس، الذي يقول إن يخص تأثير تكنولوجيات على البيئة، فيتم تشجيع المستهلكين على الشراء بشكل سنوي جاجتات أو شغلات إلكترونية جديدة، وهذا يعني النفايات. فهل القطاع الخاص يفكر في تغيير هذا النموذج من نموذج التبديل المستمر للأجهزة إلى الأحدث والأحدث؟
فنتوجه إلى المشاركين من يعالج سؤال النفايات. نعم، فيما يخص تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، فعلينا أن ننظر إلى مثل هذه التكنولوجيا بنطاق أوسع. هل هذه التكنولوجيا ستساعدنا في حد الانبعاثات، في ربما في قطاع النقل؟ نعم، ولكن يجب كمصممين أن نفكر بذلك منذ البداية، ونحن قادرون على إنجاز ذلك، ويجب أن ننجز ذلك إضافة إلى التفكير في التكنولوجيا القديمة. ونحن في تليفونيكا من ناحية نقوم بإدراج الجيل الخامس و إغلاق الجيل الثالث، فعندما نأتي بتكنولوجيات حديثة يجب أن نفكر بكيفية التخلص من التكنولوجيا القديمة، ولا يمكن السماح بتراكم هذه التكنولوجيات، لأنه يعني زيادة استهلاك الطاقة. فيما يخص تكنولوجيا 5G، فيجب أن تكون هذه التكنولوجيا أكثر فاعلية. يجب أن ننظر إلى الصورة الكاملة للمشكلة، ويجب إدراج تكنولوجيات حديثة المستندة إلى الطاقات المتجددة، وسد التكنولوجيا القديمة التي لا تلبي هذه الشروط. فيجب أن تكون المقاربة مستحدثة ومبتكرة في عالم الرقمنة. فيما يخص تكنولوجيا الجيل الخامس، فلدينا تقارير وفحوص تشير إلى أن الجيل الخامس أكثر فاعلية من الجيل الرابع من حيث الطاقة. فيما يخص النفايات الإلكترونية، فهناك أعمدة كثيرة أو محاور عديدة لهذا المشروع. أولا، نتحدث عن استخدام يجب أن نشجع على ربما ليس إعادة تدوير، ولكن استخدام الأجهزة القديمة كأنها موضة جديدة رقمية جديدة. ونحن منذ البداية نحاول تشجيع الزبائن والعملاء على ذلك، ويجب إشراك المستهلكين والزبائن ليصبحوا جزء من هذه التصاميم. فنحن نستخدم المواد البلاستيكية التي يمكن إعادة تدويرها، ونحن نروج لانخفاض استخدام الطاقة، ويجب حث الزبائن على ذلك. هناك الكثير ما يحدث في السوق. على سبيل المثال، نحن نعلم الزبائن ما إذا كان هذا الجهاز أو آخر صديقا للبيئة أم لا. من يريد أن ينضم إلى نقاشنا فتفضل. أضيف أنا فقط إلى ما قيل، وحتى الآن وأيضا ظهر في الجلسة السابقة، ولا أقصد بالتكنولوجيا 5G لأنني لست متخصصة في ذلك، ولكن ما لاحظته إذا أنه يجب إدراج مثل هذه المنتجات إلى السوق التي تفيد البيئة. وشيء آخر، هناك ربما طرق أو أساليب مثل هذا، أنه يجب عرض هذه التكنولوجيات في مختلف أنحاء العالم. أنا لاحظت أن بعض الشركات تعرضوا علينا، تقدم لنا معلومات للشباب. هذا مهم في حال ظهور حل قد لا يتم فهمه بشكل جيد من قبل الجميع، ليس؟ فإن كنتم تريدون إدراج شيء ذكي، فيجب أن تكون الطريقة لتوصيل هذه الفكرة للناس أيضا مناسبة، و
وذلك أيضا ليس فقط من استنادا إلى العوامل الاقتصادية، ولكن أيضا لأننا في الحاجة إلى هذه مثل هذه الحلول للبيئة. وحتى إذا تحدثنا عن ذلك محليا، شبكة الجيل الخامس قد يؤثر ذلك إيجابيا، فنحن نفهم ذلك جيدا، ولذلك نريد أن نصبح قادرين على ننظر إلى العالم المستدام وما تناهي توصيل مواطنين إلى هذه الحلول، ولأننا في الحاجة إليها من أجل تحقيق هذه الأهداف المستدامة الذكية. أحيانا أشعر أيضا بنفس الشيء عندما نقوم ببحث بعض قضايا تقنية، فأن أحيانا نرى أن المستمعين لا يعرفون عما نتكلم، وهي قضية صعبة. إذا أقترح الآن أن ننتقل إلى الجزء الثاني. شكرا للجميع على الأسئلة والتعليقات، لأن هذا هو أهم ما نحصل عليه في نقاشنا اليوم. إذن الوضع ديناميكي كما نقاشنا، فكيف ممكن؟ يجب علينا أن نتذكر أن الرقمنة هي مهمة. فإذن هل هناك شيء أكثر ما نستطيع أن نفعله لكي نخفف من انبعاث ثاني أكسيد الكربون؟ الجواب أعتقد أن هناك عدة أمور سأطرحها. أولا، استخدام الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، ومن بينها تعبئة البطاريات التي نستخدمها حتى من مصادر صديقة للبيئة. كما هناك موضوع أيضا يتعلق بضمان، هل هناك صيغة لإعادة معالجة مثل هذه الأجهزة وعلاقتها بالاستدامة وعلاقتها بالمستقبل، بمستقبل البيئة؟ هذه مواضيع. بقي لنا أيضا جزء أخير، هو أعطي الصوت إلى مايكل إيجو الذي هو باحث و مؤلف لعدة مؤلفات في هذا المجال، ومن جهتي فاستخدام هذه المعطيات والبيانات وجمعها في بيج ديتا من أجل إرجاع والتراجع في عملية البث. هذا هو مفتاح مستقبلي. أعتقد أن السيد أوكيا سوف يعطينا معلومات ثمينة في هذا المجال. لدينا حوالي 20 دقيقة عن هذا الجزء. اسمي مايكل أوكيا، شكرا على تقديمي. أنا هنا ممثل لتحالف حوكمة الإنترنت والبيئة والاستدامة. أنا من أنصار الاستدامة منذ عدة سنوات. حسب إدارة الإنترنت أو حوكمة الإنترنت، نحن نعتبر هذا متعلق بالمناخ والحفاظ على البيئة شيئان متلازمان،
مثل ما قال متحدثين السابقين أنهما متعلقان أيضا بحقوق الإنسان بالنضال من أجل حرية الوصول إلى الإنترنت بالنسبة للجميع. إذن عندما نتقاسم الأفكار حول هذا الموضوع في هذا الجزء من لقائنا علينا أن نتحدث أن هناك ثلاثة أشياء مهمة. أولا هي التكنولوجيا الرقمية، أما الثانية فهي تتعلق بأن ICT والبنية التحتية لهم علاقة وثيقة من أجل انبعاث ثاني أكسيد الكربون. أما الجزء الثالث أما البيانات والمعطيات التي تدفع هاتين العمليتين إلى الأمام، كيف نستطيع أن نراقب كل ذلك، وهل نستطيع أن نشي بهذه المعلومات، وأي جزء منها نعتبره ذو خصوصية عالية، مثلا انبعاث الاحترار أو انبعاث الغازات، وكيف يمكن السيطرة على ذلك بشكل رقمي. أقدم رئيس هذا المشروع يوان إي بي الذي سيقدم عمله ومجموعته التي ستتحدث كيف نستطيع الاستفادة في سياستنا على ذلك. وأيضا بابلو خوسا الذي هو مدير لأمور استراتيجية وسيقدم أيضا ذلك عن سياسة الأعمال والكيانات الاقتصادية الأخرى في مجال حوكمة الإنترنت. تفضل يا ديفيد. إن صوتك مكتوم يا ديفيد، شكرا على إبلاغي بذلك، وشكرا على يا مايكل على هذا التقديم الممتاز. شرف كبير لي أن أكون مع السيدات والسادة، وأنا سعيد بأن هذا الموضوع قد أثير في الجلسة الرئيسية لمنتدانا لحوكمة الإنترنت، وعنوان هذا التقديم متعلق بتسخير البيانات والتحول الرقمي لتضخيم وتسريع الاستدامة البيئية. لدينا اتجاهان أساسيان موجودان في كوكبنا، هناك أزمة المناخ وأزمة طبيعية والتلوث نحن في الحاجة إلى تغيير جذري لمعالجة هذه المشاكل. من ناحية أخرى ظهرت هناك بعض التكنولوجيات التي أيضا تحيط بكوكبنا، ونحن في الحاجة إلى تزايد مستمر لمعالجة هذه البيانات والتكنولوجيات. فالبيانات والمعطيات تأتينا من مختلف القطاعات، من المواطنين والباحثين والقطاع العام والخاص. نحن نستطيع أن نعرف من مصادر وصول هذه البيانات والمعطيات إلينا. فالسؤال هذه الجلسة هو كيف نبدأ بإدراج هذه المعلومات البيئية في سياق الاقتصاد الرقمي من أجل معالجة هذه الأزمات الثلاثة، المناخي والطبيعي والتلوث، في السنوات القادمة. إنها المشكلة التي يجب حلها في هذا السياق. الإنترنت هو الهيكل الأكثر نجاحاً في تاريخ الإنسانية. عندما ننظر إلى
هذه الخدمات الرقمية، فكيف نقوم بإشراك الإنترنت في تحفيز نمو الاقتصادات؟ فيجب أن نفكر في كيفية خير استفادة الشبكات الرقمية والبيئة الرقمية، وكيفية خلق هذا هذه الصيغة أو مثل هذا النموذج من حوكمة الإنترنت التي تفيد أهدافنا في السنوات هذان السؤالان جوهريان، فكيف يمكننا الاستفادة من هذه الخدمات للمضي قدما في عصر الرقمنة البيئية؟ كيف يستطيع مصلحة أصحاب المصلحة وشان المشاركة في ذلك؟ أمامنا الفرصة التاريخية لإدراج مختلف المعايير الخاصة بالاستدامة، ومن أجل تحقيق ذلك علينا تحقيق الأهداف الأربعة التالية: القوانين والأحكام القانونية والجهات التشريعية، ويتعلق ذلك ونحتاج إلى سرعة العمل وفعالية. ثانيا، كيف نستطيع مساعدة المستثمرين في الوصول إلى المعطيات والتحليلات في مجابهة المخاطر البيئية؟ ثالثا، التركيز على الجانب الإنتاجي للاقتصاد وكيفية قياس ومشاركة هذه البيانات على كل مراحل من مراحل الإنتاج. ورابعا، تمكين المستهلكين للتأقلم أساليب الحياة المستدامة. وكل يمكننا أن نربط بين كل هذه العناصر عبر هذه المنصة الرقمية لكوكبنا، هذه الشريحة تشير إلى ذلك، فهي الأطر اللامركزية للإدارة أو الحوكمة الأعمدة الأربعة للاقتصاد الحديث. يجب أن تكون لها وصول إلى هذه العناصر. نحن في نقطة التحول التاريخي في تاريخ البشرية، والخطوة الأولى التي يجب أن نقوم بها هو ما نقوم به الآن ضمن منتدى حكام الإنترنت، ونتحدث عن التحول الرقمي، ونعتمد هذه العناصر الأربعة استجابة لهذه التحديات. السؤال الأول: كيف يمكن بناء شبكة لا مركزية للبيانات البيئية، وكيف يمكن ترخيص هذه البيانات البيئية والتشارك بها والتحكم بها، وكيف نقوم بإنشاء صيغ البيزنسية لهذه المنتجات؟ وما هي المبادئ والضمانات اللازمة في صياغة الطاقة والنفايات والمواد؟ فإنها فرصة ممتازة لجميع أصحاب المصلحة والشأن لأن يجمعوا بين قدراتهم وإمكانياتهم لإنقاذ كوكبنا. وشكرا. شكرا جزيلا دافيد. أعطيك الصوت إذا كنت. أرحب بكم من أستراليا. لدينا الساعة 3 صباحا. أول ما أردت أن أتحدث أن أرحب بدافيد، أن IGF أي الحوكمة، حوكمة الإنترنت، هي تحدي كبير أن أكون معكم بشكل افتراضي. أن هذا اللقاء لديه أربعة مواضيع. أول مرة يتم وضع البيئة ضمن هذا
من أجل أيضا المساعدة في تحسين. إن منظمة مثل منظمتي IPE هي التي قامت بتنسيق. بالسابق كان الحاكمة في الإنترنت يجب أن تكون أن كل ثروة الإنترنت يجب أن تكون مدارة من قبل تعاون مشترك بين المجتمع التقني مع غيره، أي بسرعة. هذا يتعلق بالجهود الذي تسعى لجعل الإنترنت في كل أنحاء العالم. لذلك أن هذه الجهود هي ما زالت تتعلق بأمور صعبة أيضا جماعية. يجب إيجاد طريقة مشتركة. فالحوكمة التي هي معقدة كما قلنا، فإن الانتقال الرقمي وعلاقتها بتغير، أن هناك 60% فجوة في المعطيات والبيانات التي تتعلق. لذلك يجب أن نجد قاعدة لتحليل هذه. تحدثنا مع ديفيد خلال ورشة عمل أن يمكن أن نتحدث عن استهلاك الطاقة وهو مشكلة كبيرة، ولكن نقول أن تقنية الجيل الخامس أو الأثر الكربوني وغيرها من المعطيات مهمة. لذلك سوف أقرب ما حدث عنه ديفيد. فكرنا بالإنترنت كنظام بيئي عالمي، فكيف يمكن، ما هو الموديل في الإدارة والحوكمة؟ ولا أستطيع مكانا أفضل من هذا المكان عندما نرى علماء وخبراء ومحللون وممثلو دول وسياسيون وماليون ومنظمون ومنظمات وطنية وغير حكومية. كل هذا يدعو إلى التفاؤل. لذلك نحن ندعم مثل هذه المبادرة، وأيضا وضعنا مبادرة لإيجاد منتدى يهتم فقط بعملية الانبعاث غازات الكربون وعملية التحكم بها وعملية إدارة هذه المعطيات. نستطيع أيضا أن نقول أن هذا هو في مصلحة كوكبنا، واقتراح استخدام الحوكمة لصالح البيئة. ندعو كل ممثلي وسطنا إلى دعم هذه المبادرة. وهكذا أنهي كلامي. أشكرك يا بابلو على أنك لم تذهب للنوم أو باكرا أو متأخرا، وأن العمل الذي قمت به كان عملا كبيرا. أردت أن أسأل أيضا، هل هناك أسئلة لدافيد أو لبابلو يتعلقان بهذا الجزء المحدد من جلستنا؟ دعوني أتأكد من الشات أن كريستوس يسأل، حل الأزمة البيئية
يجب أن تكون حلول قد بدأت من الأمس، فكيف ما هي النظرة في النطاق الذي تساعد فيه التقنيات البرمجية؟ لم أفهم هذا السؤال تماما، هل يريد جيسي أن هو يختص أكثر بهذا الموضوع لأن عنده تقرير يتعلق بهذه القضية؟ فمن وجهة نظري يجب أن نبدأ من الشفافية، أي من أين تأتي هذه الانبعاثات مثلا، وكم نحن قريبون أو بعيدون عن هذه الأماكن. هذا متعلق بشكل كبير بالشفافية، أي جمع هذه المعلومات ونشرها وأصدارها من أجل أن نتأكد من أن كيف تقوم بعض الشركات أو بعض الحكومات بمعالجة هذا الموضوع. هذا هو نقطة البداية، فلو كنت أعرف كثيرا ماذا تفعل هذه الحكومات والشركات بهذه القضية فسأكون راضيا قليلا عن هذه الإجابة. لويس، إن كنت ما زلت معنا فربما لك أن تجاوب على هذا السؤال باقتضاب، وأنا أعتذر عند ماركوس الذي كان سيدير أو تدخل في أي لحظة شئت. شكرا على هذا العرض التقديمي، وأنا متأكد بأننا سنوفق بشكل فعال لمشكلة الجمع ما بين الرقمنة والبيئة، وبأننا نستطيع أن نستفيد من التكنولوجيات لإحراز تقدم في أهدافنا البيئية. ديفيد أظهر لنا المسار الواضح، ومن الأهمية بمكان أن يعلم وأن يهتم الرأي العام في هذه الأدوات والمعايير، وهذا الاهتمام بالفعل عال، والاستخدام والاستفادة من هذه الموارد الإنترنتية الحرجة شيء مهم. أيضا منظمات ومؤسسات الدولية الأخرى أيضا تلعب دورها في هذا المجال، ويجب أن تأخذ في عين الاعتبار الإمكانات الكامنة في الرقمنة. دعونا نستخدم كل ما عندنا لإنقاذ البيئة. شكرا يا ماركوس، لدينا لحظة أخرى للأسئلة. سؤال: هل الإدارات العمومية وكبرى الشركات بإمكانها أن تعمل أكثر أو تدير سياسة المشتريات بطريقة أن يساعد في ذلك بما يتناسب أو يتماشى مع النقطة الثالثة التي ذكرها ديفيد، سلاسل التوريد؟ فموضوع المشتريات عنصر هام في هذه العملية والظاهرة، هل لك أن تزيد في هذا الموضوع؟ سياسة الشراء وعمل المشتريات، ما كيف يمكن الاستفادة منها لمساعدة البيئة؟ نعم، كما تفضلت، سياسة القيام بالمشتريات ومع تصرفات المستهلكين يمكن الاستفادة منها كمحرك نحو تحسين الوضع. السياسة الشرائية عنصر هام يستند إليه الرقمنة، وهذا كله يعتمد على ما إذا كانت لدينا المؤشرات القياسية المناسبة لتحليل وتقدير ذلك، الوصول إلى فهم هذه البيانات ليس شيئا سهلا، فنحتاج إلى معايير دولية حساب الأثر البيئي، وكيف نجمع بين ذلك وبين السياسات الشرائية. شكرا يا ديفيد. السيد بابلو أو ماركوس، هل لديكما
هل أحدكما رفع يده؟ إذا فضل سيد ماركو، أنا أشاطر رأي دائما 100% وشكرا. حسنا، إننا نراك. بابلو، هل لك أن تضيف كلمة حول سياسات الشراء، وخاصة بأن الأمر يتعلق بما قد تقوم به الأوساط التكنولوجية للمساهمة في موضوع البيئة؟ ولكن لدي أيضا سؤال آخر لك فيما يخص منتدى الـ IGF كمنصة مفتوحة وكمجتمع، وفي سياق الـ BPF كمجتمع عام، نحن ما يمكننا المساهمة به في دعم النشر العابر للقطاعات لهذه المعرفة؟ رأيي أن ما نتصرف به الآن هو فرصة للمساهمة الإيجابية في ظاهرة نحتاج إليها. منتدى حوكمة الإنترنت عبارة عن وسط يتصرف بالمعرفة المطلوبة وينظر منذ زمن طويل من مختلف وجهات النظر، وليس فقط إلى السياسات الشرائية. فمن أجل إنشاء هذه الأجندة البيئية ضمن منتدى الـ IGF، يجب أن نفكر في أن لا يختصر ذلك على تلخيص الموضوع من حين إلى آخر، ولكن من أجل التوصل إلى إحراز بعض الأهداف. كما ذكر به ديفيد، إنشاء منصة البيانات البيئية من أجل الكوكب، هذه فكرة ممتازة. فإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرون، يجب أن نعمل سويا ومعا من أجل الكوكب. شكرا لك وديفيد على عروضكم التقديمية، وأشكرك يا ماركوس على مشاركتك في هذا النقاش. وختاما لأعطي ملخصا لهذا الجزء، وربما لا أكون موضوعيا، أقول بأن هناك مجال ما زال متاحا في نقاشنا البيئي من أجل جمع والربط بين هؤلاء الناس الذين ربما لم يكونوا مهتمين بذلك من قبل، ونحن نعمل بشكل مكثف منذ زمن طويل على إشراك هذا الموضوع وإضافته في النقاش العام. وهذا يملأني فرحا وتحمسا، وأنا سعيد بأننا سنواصل هذا المسار. وأشكركم جميعا على ذلك، وأمرر الصوت إلى كريستوفر. شكرا للسيد أوجيا على هذا التقديم الممتاز. أشكر جميع المشاركين في هذه الجلسة، وإن ما سمعناه خلالها خير دليل على أن الشراكة بين القطاع العام الخاص محتاج إليها. وأشارككم ببعض ملاحظاتي. أنا كأحد صناع القرار ووزير دولة سابق في الحكومة البولندية في عام 2016 و17، عندما كانت تقارير ذات الاهتمام تصل أو توضع على طاولات صناع القرار من السياسيين في أوروبا، وكانت بولندا آنذاك وكنا نقترح على أن يواصلوا هذا النقاش بشكل عملي في الاتحاد الأوروبي. وجهودنا المتخذة آنذاك أدت بالفعل إلى دفع هذا الموضوع إلى الأمام، وأنا سعيد من بأننا في ذلك الوقت استطعنا وضع الأسس والدعامات لهذه السياسات التي تم تبنيها فيما بعد. أن المفوضية الأوروبية
الآن وضعت مشروع مرسوم لكي يجع إطار كيف التعامل مع البيانات والمعطيات الرقمية. مثل هذا المشروع سيؤدي إلى تسهيل عملية تبادل مثل هذه وجعلها أكثر. هذا مثال محدد وشفاف. قبل أن نختتم ونلخص جلستنا، فأقول أن نقاشنا حول رقمنة وتكنولوجيا وتأثيرها على تغيير المناخ، فهناك مبادرات جارية، هناك حلول تساعد على تخفيف الأثر الكربوني، وهناك نعتمد على تجارب بعض الدول وبعض الشركات، وكيف كل واحد منا يستطيع في حياته اليومية أن يحسن هذا الوضع. تكلمنا قليلا عن الحوكمة، عن عملية انبعاث الغاز، وعندما نتذكر كل ذلك أريد أن أذكر بأن القادة من أوساكا في الذين قالوا أن تحسن الثروة مثل الاستخدام المستدامة أو 3R كما تسمى هي سياسة مهمة جدا في تخفيف ذلك، وأن مواصفات الأمن الغذائي وأمن البيئة سيساعد في أن تكون الطاقة ممكنة للتحول إلى طاقة ضعيفة الانبعاث الحراري وصديقة أكثر للبيئة. لقد لدينا مفاجأة بسيطة لكم، هي تصويت سوف نرغب المشاهدين أن يصوتوا. هذه تصويت مجهول بدون أسماء، سوف فقط يساعدنا على أرجو أن تقوموا بالتصويت، هذا سيساعدنا في هذه المواضيع التي بعثناها. أبقي قليلا هذا السلايد، والآن تستطيعون التصويت. أنا أيضا قمت بالتصويت. بعد لحظة سنرى النتائج والتي سنعلنها على صفحة IGF الحوكمة. الآن سننتقل إلى اختتام جلستنا. وصلنا إلى النهاية. سيد سادتي، باسمي وباسم زملائي ومنظمي ومنسقي والمشاركين في الكلام وكل من ساعد في تنظيم هذه الجلسة، أريد أن أشكر على المشاركة الفعالة. هذه تجارب مهمة لنا. أريد أن أدعو الجميع إلى مدينة كاتوفيتسا إلى IGF 2021، وربما سنستطيع إن شاء الله أن نلتقي بشكل شخصي، وسوف يكون لكم
فرصة للتعرف على الضيافة البولندية وعلى المطبخ البولندي وعلى المناطق السياحية في المنطقة. لقد جهزنا في هذا العام عدة فعاليات بهذا المجال، لكن اضطررنا أن نؤجلها مرة ثانية. أشكركم على هذا الوقت وأدعوكم مرة ثانية إلى بولندا. شكرا للسيد شوبرت الذي كان منسقا جيدا، وكل زملائنا الذين نظموا هذه الجلسة، لويزانا وكلنا في السكرتارية مع مديرنا الذي أصر على أن تكون القضايا المتعلقة بالبيئة في هذا الحديث. وأريد أن أعيد ما قاله مايكل ودافيد وبابلو أن الأزمة البيئية في IGF لا نحلها، ولكن دون IGF أيضا لا نستطيع حلها. شكرا لكم. Thank you.